تقريبا يعني كتعاني من المدير ديال السوق بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بدر الدين جلال. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في علي المباشر من سوق الجملة بالصفار، سوق الجملة للخضر والفواكه. معنا سي بدر جلال اللي هو رئيس ديال الجمعية ديال المهنيين في سوق الجملة. معنا تجار جملة هنا في السوق اللي طالع عليهم الدم من التصرفات مدير السوق واللي غادي يحكي لنا سي جلال شنو واقع بالضبط. تفضل السي جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بدر الدين جلال رئيس جمعية السلام، رئيس جمعية السلام لبائعي الخضر والفواكه مدينة سطات، سوق الجملة بمدينة سطات. وكذلك الحمد لله تجربة ديال 15 عام ديال التأشير في هذا السوق المبارك. وكذلك الحمد لله الآن كنزاولوا المهنة ديال 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 الموز، التجارة ديال الموز. عندنا يعني لي شومبر فروة هنايا وكنخدموا الموز هنايا. فبالنسبه لسوق الجمله العادي والبادي كيعرف بانه عنده مشاكل، حتى عامه الناس، حتى عامه الناس المشاكل اللي كاينه هي مشاكل كثيره، ومن جملتها الان الشطط والظلم الذي يمارس على تجار سوق الجمله من قبل المسؤول ديال السوق. هذا المسؤول ديال السوق بحيث حنا اللي بغينا نعرفوا واش هذا المسؤول ديال السوق اللي يعني الناس المسؤولين ديالو واش فوضين ليه جميع المهام يقوم بها. هاد المهام مثال، واش السيد هو اللي غادي يقيد العشر؟ واش السيد هو اللي غادي يحدد الاثمنه اللي غادي يقيد الخضاره؟ واش السيد هو اللي غادي يختار الروفوندور الكاتب اللي غتقيد عنده انت؟ واش السيد هو اللي غادي يحدد شحال يقيد لك؟ يعني السيد هو اللي كيحدد لك عند من تمشي وعند من لا، هو اللي كيحدد الثمن، هو اللي كيقول لك كيقيد لك. هادشي ما كيشاوركش، ما كيشاور حتى شي واحد في الخضره، هما كلهم عيط عليهم، حتى واحد ما كيشاورو، كيقيد اللي بغى وعد من ما بغى وفين ما بغى. ملي هضرنا مع هذا السيد قلنا له هادشي اللي كدير فيه راه ما خدامش، خاصك تستشر معنا حنا يعني كجماله ديال السوق، وراه بهاد يعني هاد الجماله ديال السوق باش كاينه السوق، وملي كاينه السوق راه كاين انت مسؤول هنا، خاصك تستشر معاهم وكذا والى اخره. فمؤخرا سي بدر انت كتنوب على واحد الشيء تقريبا 62 خدام وهاد الخدام البائعين بالجمله، يعني من ضمن هاد المشاكل اللي وصلوا لك هاد التجار بحال هاد المشاكل. حنا مؤخرا درنا جمعيه، حنا مشينا عند السيد الباشا الله يجازيه بخير واستقبلنا السيد رئيس الدائره اللي كنوجه لهم التحيه من هاد المنبر، لان ناس اكفاء يعني وناس الحمد لله استقبلونا وعطاو بدونا يد المساعده، قال لنا سيروا ديروا سند قانوني جمعيه ديالكم. فحنا جينا جمعنا التجار درنا الجمعيه. من بين الحوايج اللي تعرضنا لهم حنا اثناء يعني الجمعيه هو السيد المدير ديال السوق بدا كيستهدف الناس ديال المكتب. كيفاش الاستهداف؟ منهم اللي عيط لي في الهاتف وعيط لي قال لي غدير جمعيه غنطحنك في العشر. يعني ما دارش الجمعيه ما غيتنظم السوق. ما دارش الجمعيه، هو يحارب الجمعيه. يحارب الجمعيه والصنف الاخر من المكتب اللي كان كيقيد 500 درهم ديال العشر ولا كيقيد 1000 درهم. يعني باش هاد الناس يمشيو عدو ويقول لي الا ما حشمتيش غنزيد قيد على اكثر من هذا الشيء. المهم الجمعيه يحارب الجمعيه. سي بدر من غير التعشير يعني السوق ديال الجمله كيعاني العديد من المشاكل بحال هذا الشيء. انا مع 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 السلطه في شي حوايج، لان دابا بالنسبه لسوق الجمله هو كيدخل ما يقارب 300 مليون. هاد 300 مليون اللي يعني ديال السنتيم اللي كيدخل هذا السوق، السوق عنده مصاريف، عنده ضوء، عنده ماء، عنده اساسه، عنده موظفين. يعني حتى دابا هاد يعني هاد الدوره ولا هاد الفائض اللي غادي ياخذوا السوق ولا هاد الاصلاحات اللي غتكون السوق، انت غتكون لما يكون هاد السوق عنده واحد المداخل، هاد المداخل. المشكل اللي كاين دابا الان في هاد السوق وما فيش ماشي ما فيش المداخل، المداخل كاين. حنا جلسنا مع اخوان، البنيه التحتيه ما كايناش، ما كاينه البنيه التحتيه لا بنيه فوقيه. هونكارات هما داروا ما فيهمش الضوء، المراحيض ما كاينينش، المرافق ما كاينينش، الغيث في السوق، الناس تحت الشمس، جات الشمس، الشمس تحت الشمس، جا سميتو جات الشتاء تحت الشتاء. سي بدر حنا جينا صدفه يعني تلاقينا بالمجلس البلدي يعني الممثل ديال المجلس البلدي بشخص النائب الاول كاتب المجلس، يعني شنو دار بينكم وبين فحنا حنا الحمد لله يعني كنراعيو، لان هاد الناس هما حنا الحمد لله اتصلنا بهم اول حاجه وهذه سابقه وكنوجه لهم الشكر من هذا المنبر للسيده الرئيسه. اتصلنا بها وصيفطت لنا يعني النائب الاول ويعني والكاتب العام
ونائب اخر اللي سوى وسيم القروح جاءوا الحمد لله في عين يعني في يعني في يعني في الحين واستمعوا لينا وهضروا معنا وحنا كنراعيو يعني الظرفيه ديالهم لان الان مازال ما تمش التفويض ديالهم ومازال ما جلسوش على الكراسي ديالهم ووعدونا بان حنا يعطيونا واحد المهله وغنجيو نجلسوا معكم جميع يعني نناقشوا معكم جميع المشاكل اللي كاينه في السوق وحنا حتى حنايا يعني يعني بصفتنا حنا جمعيه وجماله فحنا حنا وعدناهم بان حنا راه ماشي فوق القانون ولا تحت القانون حنا مع القانون حنا نريد التنظيم ولا نريد هذه سطر عليها الاخ بالاحمر لا نريد ان يمارس علينا جميع القوات يعني بالظلم والناس ديال 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 ديال, 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 ديال الجروسيس ديال المارشي يعانون من الظلم ويخافون واصبحون في افلاس انا كنقول لك دابا الناس ديال المارشي كلهم الان في افلاس علاش نعطيك انا مثال واحد الا شرى واحد دابا 20 صندوق ديال المطيشه وهود السوق وما عجباتوش كيرجعوا يرجع السوق ما كاينش ضمانات ما عندناش امن هاد 10 التعشيه اللي كنخلصوا حنايا كيمشي ما كاين فيك ماشي مسألة كيمشي اشنو هو الدور ديال هاد الناس اللي كيتخلصوا معنا فين هي الحمايه ديالنا حنايا فين هو الامن ديالنا حنا كنديو معاك حنا راه كاين اللي فينا ضرب الحبس على الفلوس اللي كيديو عباد الله الخضاره يجي السيد يدي 2 مليون 3 مليون لعباد الله ويزيد لا حاسب ولا رقيب واش في العرف ما كاينش بان جوج خضاره ولا ثلاثه مع التنسيق مع السلطات ومع التنسيق مع الناس ديال الجبايات والدار ما حضر ويتحرر وسميتو دي الشكايه للوكيل الملك ويمشي السيد الى واحد الحبس حتى واحد ما تبقى تشري فلوسه هذه مشاكل ما خفيه اعظم حنا فقط دابا الان حنا مع مراعاه لهذا المجلس اللي هو يلاه يعني مازال بدا وعدنا الحمد لله والجمعيه هي الحمد لله مازال جديده عدنا افق وعدنا ان شاء الله يعني باذن الله تعالى عدنا افاق فهاد الناس اللي الله وكلهم هاد المسؤوليه ديال هاد يعني هاد العامين اللي باقي ان شاء الله تعالى حنا كنوعدوهم بان حنا غنخدموا معاكم وغنتعاونوا معاكم ويعني بغيناكم توقفوا معنا اول حاجه في التنظيم ديال السوق وبغينا ناس اللي غيحترمونا احنا ماشي كنقولوا يجي واحد ما نخلصوش العشر ولا نخلصوا اللي بغينا لا يجلس معنا ويناقش معنا الحمد لله كاين اسواق في الدوله اسواق موجوده في الدوله ماشي يدير هو داك الشيء اللي بغى لا يمشي معنا بالمعايير اللي غاديين بها الناس ويعرف يعني السطات يعني راه بدينا ضعيفه خصنا نتعاونوا بشويه بشويه. ثم سي بدر ثم ماشي ضد التعشير يعني مع التعشير ولكن يكون منظم ومعقل. انا بغيت نسولك واحد السؤال. نعم خويا. الاسواق ما كاينش فيه التعشير الا السطات. لا كاين التعشير في الاسواق ماشي ما كاينش حيت كاين فرق بين الاسواق وفرق بين المارشيات. دابا الاسواق كيكون فيهم الجماعات التابعين للقرى كيمشيو بالصنك. اسواق الجمله لا الاسواق ولا الدار البيضاء الحمد لله دابا عندهم جمعيه والوقت اللي كيبغيو يطلعوا الثمن وكيهبطوا الثمن كيريحوا يستشاروا مع الجمعيه. حنا كيطلع الثمن وكيهبط بدون استشاره. سي بدر باش كطالبوا من خلال هذا المشكل اللي وقع عليكم مع المدير ديال السوق. دابا حنا اللي كنطالبوا به دابا الان هو هذا السيد الناس اللي استهدفهم من الجمعيه الناس اللي استهدفهم من الجمعيه وزاد عليهم. بغينا نرجع لهم التأشير ديالهم كما كان أول حاجة هذا طالب هذا غير حق مدني حق ديالنا والحق الثاني اللي بغيناه أي واحد فينا بغى يقيد شي تأشير وبغى يقيد شي ورقة ماشي المدير ديال المارشي اللي غيسير هو يقيد ولا يقيد ليه أنا من حقي نقيد عند أي واحد هادشي اللي كنطالبوا به. شكرا كان هذا مباشر من قلب سوق الجملة للخضر والتوكيل مع سي بدر جلال رئيس جمعية السلام نيابة عن 62 من دار شكرا لك.